طبعا هو بصوا يا جماعه، الناس اللي تقول لك يا عم حب ايه في الايام السودة دي، والله ما بنعرف نعيش من غير حب. ما فيش حاجه بتلطف الحياه والجو غير ان انت تنزل تهزر مع اصحابك في الشغل وتحب الناس وتتعامل بسماحه وحب، بتحس ان انت عندك سلام داخلي. في ناس بتعتبر الكلام ده مثاليه زايده، بس حقيقي الحب هنعرف ده اخر الحلقه بقى، ده حقيقي هنعرف كده. في الاخر انا عداني العيب كده، انا مبسوطه باحمد. احمد ابتدى يتغير يا جماعه. عارف احمد في بيت شعر لابراهيم ناجي بحبه قوي، انه بيقول ايه؟ ذلك الحب الذي علمني ان احب الناس والدنيا جميعا، ذلك الحب الذي صور من مجدب القفره لعيني ربيعا. شوف الحب بيعمل ايه، خليك تحب الناس، تشوف الدنيا لطيفة. انت فاهمه مفهوم الحب عند احمد؟ لا غلط، انا بحاول اخترنا لا احمد مفهوم الحب عنده انه يدخل يلاقي صينيه رقاق باللحمه. بصي اهو هو ده مفهوم الحب عند احمد، انت فاهمه غلط.